ازيك يا متابعيني؟ النهارده هنعمل تحدي، بس انا مش عارفه ايه هو التحدي. ايه هو يا ماما؟ النهارده هنعمل فيديو جديد، تحدي الذكاء. انا لزقتك 6 لزقات وهختبر ذكائك، وكل ما تجاوبي على سؤال هشيل اللزقه، والسؤال اللي ما تعرفيش تجاوبي عليه طبعا في عقاب. ماما العقاب لا، هنتفاجئ بيه. جاهزه؟ جاهزه. يلا، أول سؤال، من هو ربك؟ الله. أحسنتي، هنشيل لزقة دلوقتي من عليكي. يلا تاني سؤال، ودينك؟ الإسلام. أحسنتي يا شيرو، برافو عليكي، هنشيل دلوقتي اللزقة التانية. برافو يا شيرو. السؤال التالت، من هو نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، أحسنتي يا شلو. يلا نشيل اللزقة التالتة. ايه هو الشيء يا شلو اللي بنسميه سفينة الصحراء؟ فكري. يلا فكري عشان مش هتعاقبي. عارفة؟ What؟ خلاص يعني؟ خلاص. طب انتي ليكي عقاب يا شيرو. أول عقاب؟ هرش عليكي دقيق. Oh my God. أيوة، استحملي بقى. يلا؟ يلا. ها جاهزة؟ ده أحلى عقاب. شيلي اللزقة التالتة. يلا السؤال الخامس، ايه الشيء اللي بيمشي حوالينا ومش بنشوفه؟ الهواء. احسنت يا شيرو. يلا شيل لزقة ونخش على السؤال اللي بعده. ايه هو الشيء يا شيرو اللي بيكتب ومش بيقرأ؟ الشيء اللي بيكتب ومش بيقرأ على طول بنستخدمه. مش عارفة؟ أجاوب؟ القلم يا شيرو، احنا بنكتب بيه بس مش بيقرا. العقاب التاني، هرش عليكي مية. لا مية، هشيل اللزقة وبعد كده ارش عليكي المية. اوكي؟ جاهزة؟ جاهزة المية؟ انزلي ديكي. يلا كده خلصنا الحلقة يا شنو. وشير وسبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وباي، بحبكم، باي.